جربت اليوم ماتش حقت شفق، طبعا محل موجود عندنا بمجمعة، صح الماتش حقتهم جدا رهيبة، بس طبعا محلة، بس ما ادري ايش وصفتهم بالضبط، بس الطعم مرة مرة رهيب. ان شاء الله هذه نبتة الزامية، شريتها تقريبا اكثر من 6 شهور، ما شاء الله طلعت نباتات جديدة اللي يجي لونها اخضر فاتح كذا، يمكن تقريبا قبل 2 أو 3 شهور. عاد انا ما اسقيها كثير صراحة لان الاصيص عندي ما فيه فتحات تصريف، فاسقيها شوي افضل انه يكون قليل على انه يكون كثير ويخرب او يعفن بالجذور. طبعا هذه اللي يطلع شكل كذا اول ما تطلع، بعدين شوي شوي تتفتح اوراقها لما توصل المرتفع كذا حجمها، فانصح انصح كثير فيها، احسن من البوتس حتى، وما تحب إضاءة الشمس القوية وعادي تتحمل الإضاءة الخفيفة، فأنصح في كثير فيها. حصلت قبل فترة أصيص مرة شكله بطل اللي هو هذا، عجبني كثير، حبيت اللي كنا مصنوع كذا من الأسمنت أو فخار، ما أدري صراحة إيش يسمى التأثير هذا، بس مرة بطل، وعيب إنه ما في فتحات تصريف، وحجمه نوعا ما متوسط، يصلح نباتات كذا صغيرة أو متوسطة، فما أدري إذا بحط فيه نبتة زامية واحدة ثانية أو إني يمكن أشتري جلد النبي. هذا الأصيص الثاني، هو صراحة مو أصيص، أشبه إنه يكون صح فخار. أفضل شيء فيه إنه ما هو معالج، يعني مو حاطين طبقة عازل هنا. حصلت محل أبو خمسة، بالبداية كنت بجرب اللي يحطون فيها اللي بذور الشيا وبذور الكتان، بس غيرت رأيي الحين، يمكن أحط فيها نبتة وأخلي شكلها، صار أسقيها من برا، إن هذا يمتص الموية، صار يسقيها بدون ما يعني بدون ما يحتاج فتحة تصريف. فصراحة بجرب، ما ادري وش احط فيها، يمكن اتوقع بحط نبتة تجي اوراقها كذا واقفة واغصانها واقفة، فاذا كان عندكم نباتات اقترحوها. بالنسبة للنباتات الكبيرة اللي زي كذا، صراحة ما اعرف اسم النبتة هذه، اتوقع اسمها درسانية او زي كذا، المهم معروفة حقت المكاتب. واريك النخيل هذه، انتم كرام دخل الحمام وبعدين حطه تحت الدش عشان منه يغسل اوراق، لان اوراقها كثيرة صراحة ما ينفع معها بخاخ. واخر شيء صار اسقيها موية من تحت، ان الاصيص عندي ما في فتحات، فما اول شيء غسل الاوراق بعدين اسقي الاصيص نفسه. وما شاء الله طلع نباتات جديده تقريبا قبل شهر وشهرين، اللي هي هذه طلعت نفس الغصن تحت، ما ادري اذا واضح لكم ولا لا، وانا ست قبل جدرتها نفس كذا، بس التجدير حقها نوعا ما شوي بطيء وسهل تجدير، اذا تاخذ غصن نفس كذا تقطع منه شوي هنا وبعدين تحطه بموي وخلاص يبدا يطلع جذور، فصراحه جدا جدا بطله وتتحمل، وما اهتمنا فيها كثير، اسقيها مره تقريبا بالاسبوع، فهتعيش معي كثير، ومع انه حاطه مكان هنا بعيد عن الشمس شوي، فصراحة انصح فيها برضه. شعرها اصفر ديك برضه دائما بنادوها بالاخت، فعشان كذا ودي اقرب حاجه جات في بالي اول احنا دين ما مهتم. طوالي دقيقه قلت معقوله حكومه العالم اللي طاير سبق يعني عمرها 21 سنه.